والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا حسيتي سكاي لاين. للحين شوفكم ما شاء الله عبتنكم السلسلة هاي، شكلكم تبون نكمل عليها. لهالسبب قاعدين نكمل عليها طبعا. استوت عندي مشكلة بسيطة والحين جالس احاول احلها. ما في طلب عندي لا على سكان، خلنا نشوف 100%. لا عندي طلب لا على سكان ولا عمال ولا شيء ولا، فالوضع يعني شوي يعني نص نص عندي، لاني محتاج الطلب هذا ولا الناس انا محتاجنهم. لحظة، محتاج انه يكون في طلب على هاي كله، ولا كيف بنتمدد؟ بس واصلين نحن لان فوق 100,000 شخص ترى، يعني مش شوي. لحظة، شوي مو يعني رياليستيك اكثر، واقعية اكثر، ان نحن شنو بنسوي؟ نسوي شوارع الطريقة هاي على اساس انه يكون شوي حلو. يعني انا اللي فهمته اذا زدنا شوي مكاتب بيشكل عندي طلب على شو؟ على العمالة. لكن المصيبة عندي يوم اطالع الاستاتكس مالي، يعني لونز تاكسس بادجتس كل شيء، ما حد يبغى شيء زيادة، ما حد يبغى شيء زيادة. ما نبغى سلفيات، سلفيات ما نبغى، ما نبي نحط تاكس، ما نبي نحط شيء. فمش عارف هو بالضبط شو سبب الديماند انه قاعد يتأخر علينا، بس اقدر اسوي شيء ثاني. انا اصلا في كل الاحوال ابغى ارفع قيمة الارض اللي عندي، ف لازم ابدأ الحين ارفع قيمة الارض وبشوف اذا الناس جديدة تبدأ تنتقل هني، معناه الناس الاقل ولا الناس اللي ما عندها وظائف مفروض انها تي عندها. هذا اللي انا اتصوره من خلال المفروض الطلب والعرض في اي مكان تقريبا في العالم، المفروض انه يشتغل تقريبا بالطريقه نفس هاي. فبنحط شويه حدائق في اماكن حلوه، يعني مرفقات عامه. مرفقات عامه ترى المفروض انها تاثر على المدينه بشكل خرافي. ايش احطيها بالعرض؟ لا هني مره ما احطيها، ما قصدت اني احبه، بس هني بنحط ما يسمونه مرفقات عامة بشكل عام، أساس نزيد الطلب ونزيد سعر الأرض عليها. الحين مثلا سعر الأرض مالنا كم؟ وين جراند هذا؟ لاند فاليو، لاند فاليو والله عندي محترم، لاند فاليو مش طبيعي عندي. يمكن هذا السبب، تصدقون إن قيمة الأرض عندي مرتفعة جدا. بس إذا في ناس بتتطور من ورا هالشي هذا، عندي تذكير مفروض مغطي الدنيا اصلا. تذكير مالي اذا نحطي بي تو بي كولكشن مرفقات عامة بعد هني، وينها مال السيارات جنبه. طبعا الحين قاعد ادف خدمات بشكل عشوائي، ابى ارفع الطلب على السكان، ابى ارفع الطلب على العمالة، ابى ارفع الطلب على وايد شغلات. يعني عندنا منطقة تعليمية هني وتسدنا هاي وزيادة، نبغى ناس غير متعلمين احنا للأسف. يعني هذا واقع الحياة للأسف، لا تزعلوا مني واقولها لكن مطلوب بعض الأوقات. احنا حاطين حديقة جابانيز جاردن هني، وبهدم بيت في الدربي، بهدم كم من بيت، أبغى الناس تبني، أبغى يستوي عندي الطلب بالتفاوت. الطلب هذا مهم وايد على اساس انه يستوي عندنا عرض وطلب على الناس. يعني الناس ما قاعد تسكن عندنا، ما قاعد تسوي شيء عندنا، ما قاعدين. الوضع مرير الصراحة. ووتر ريكويرد
ما اقدر احطها الى هني، ما بعدني ما اقدر احط يم. فخلق الطلب هذا، العرض والطلب هذا مسوي لي نوعا ما ازمه بحياتي. ملاعب تنس هذا مشروع ناجح نحطيه في نص المدينه هني، فخات عام مهمه هاي. وين نحط ملعب التنس؟ ملاعب التنس، في احد يلعب تنس في العراق؟ في احد يلعب تنس اي مكان اصلا؟ ما فهمت اللعبة انا اليومكم يعني. خلينا نحطيه بمكان نقدر نمد من الشارع. هاي مرفقات عامة، هاي كلها مرفقات عامة، هاي كلها على امل ان نحن نقدر نجيب ناس. بنحط مترو بعد، بس مترو لازم نسنتره في مكان استراتيجي. نحن نبغى مترو واحد يكون اهي اوكي داخل منطقة هاي مرة عند النووي، سوري عند منصة الصواريخ. ونبغى مترو لو يسوي حشرة شوي نويز، مو مشكلة عادي. ملاعب التنس ومترو اظن شوي نص نص يعني. نبغى مترو يخطف هذا السايد، هني سهل يجون بتاكسي ولا باص، هني اصعب شوية. هاي شارع رئيسي ما بأشغله، ابى احط المترو هني. حطت المترو هني بتكون مكان لا حطيه هني. هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين. ابى اسوي حركة ما بين الاتجاهين اصلا، واحد اثنين. هذا سوينا حركة في المدينة نحن، حتى متر واحد زيادة. ونبى نوصل هذا في باقي منو المدن. وين المترو مالنا هني؟ معقولة ما عندنا مترو؟ والله ما في مترو هناك. ايوة هاي البني هني بنحطي لنا مترو في نص الصناعية. بكسر شوي، بكسر روتين الديموند، لازم اهلم شوي عماير. ما اعرف اذا المترو هذا اصلا راح يؤدي الغرض المطلوب. شبكة مترو الضخمة عندي استوت، بنشبك هاي المدينة في هاي اللي هترجع نفس المكان. بنحط مترو واحد، ونبى نحط مترو ثاني من هني يوقف في هاي المدينة يروح هني. ابى احد يروح مترو شو هني ويرجع من مكان ما في زحمة. هاي لفة عالمية بتكون، هاي لفة عالمية من الخاطر يعني، ما فيها مزاح. نبغى مكان نقدر نبني حوله. اوكي عندنا بكهرباء، عنده ماي، عنده ماي. مترو فاضي كذي ما ينفع، حتى عند المترو باركينجز. باي باركنات 1x4. دبابة هني تمشى، هني باركنات. هلا بالدبابة، منو مبركن دبابة هني؟ مش هني، لا ابا خط ما اقدر احط مكان ثاني. اوكي يطلع من هني يمشي للصوب الثاني، بركن دبابة كبر عين تبن ما اعرف شو اسمه، واحد من الاسامي. عندنا مرفقات بشكل خرافي، بس الحين ابيب منو؟ نبى نجيب الناس يزورون هالمكان هذا، ما انا ولا حد يزوره للحين طبعا.
ليش نبغى نخلق حركة؟ الحركة هذه راح تكون مسببة لشو؟ نبغى باص بعد، نبغى باص من عند المطار. باص من منصة إطلاق الصواريخ، لين هني يدي مرهن لمنصة إطلاق الصواريخ، على أساس الناس تنزل المطار تي دايركت وين؟ تي دايركت عندنا لمحطة الصواريخ، ومحطة الصواريخ يروحوا لوين؟ لمكان ثاني. بعدها كل شيء، بعدها كل شيء مش ذاك الزود ترى. زين هني عند هذا بنسوي جرين ريسايكل، بي تو بي ريسايكل، هذا فنان جبار. هذا مش مفروض يكفي، مفروض يغطي يغطيهم هم اللي يابهم. بعد حطي لنا هني بي تو بي، واصل مي، وصل الكهرباء. خلينا نخلق بيئة مثالية. الحين هذا لازم نحطه كم من مكان، وأشوف وين المدينة حالة يرثى لها. والله حالة تم صعبة جدا. وعندنا هني اوريدي حاطين حن تنين، هني عندنا وايد، هني عندنا، هني ما عندنا. هذا بنحطيه لمركز صغير آخر شيء، مرة آخر شيء. زين مدري كهربا عند تناكي مال مي. electricity availability، يووو شكله قريب بنحط مفاعل نووي جديد. مفاعل نووي من يبالنا مي. المي بعدنا اوكي، بعدين اوكي. بس هذا هذا عايش حرفيا عند مضخات الماي وما عنده ماي يشتغل. هنسوي خلق للوظائف. ليش الحين هو على شو يتوقف الموضوع كله؟ على العرض والطلب صح. هذا ابو اربع سيدات، العرض والطلب. ونحن الحين شو عندنا؟ ميت. نسوي سناب ونعدل الأرض هنا شوي. ويسار البرش مالي هذا مشكلة عادي، خله شوي يطلع برا يعني عادي، مش قضية يعني، مش قضية. على أمل إنه يكون مش قضية ترى. لازم نهدمه ونردهم مرة ثانية. ها حول المدينة، ها شوارع أساسية تغذي المدينة في بدرب، ويكون فيه الزحمة اللي ذابح المدينة حاليا. هات تقاطع ثاني جديد، هات تقاطع نص نص بس، يلا مو مشكلة عادي. خذها نص نص، لا شكل حلو والله. لا زين، لا وايد زين. الحين قاعد نخلق طلب، بس خلق الطلب مش سهل ابدا يعني، هي صعب شوي. زين خلينا نطلع من الشارع هذا شيء يندمج معه،
زين هاي اللي تشكم الحرامية اشوف. زين هذا عقب بكمل العائلة احسن، لانها بيكون موضوع طويل طويل بروحه يعني، بروحه مع ان حد قاعد يسكن يعني. شوفوا قاموا يبنون شوي 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 شوي، يبنون 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 يبنون. لكن خلنا نحط لنا داتا سنتر عند اطلاق الصواريخ. هذا بينتج لنا كهرباء شوي، ومنه شكل عجيب، شكله جميل يعني. اهم شيء ما بيدمر الشبكة مالي. اوف لو يركب سيدي على الشبكة، ايوه هذا هو المطلوب. عشان انت جيت هذا 28 مليون، 120 مليون، والله زين اجرام هذا يعني. هذا الاثنين بيجون قريب نووي هاي، بس اشكالهم صراحة طر. اشكالهم مش طبيعية صراحة، جميلة جميلة جدا جدا جدا. شو اخبار البيوت اللي هني؟ والله ما ادري شو اخبارها، بس الحين يبالنا احنا هذا شو على الفرايت اللي هنا هني، مش هذا، هذا هنا هني لين بغداد يدخل هني سكن. بس قبل لا هنا هني وين هي هنا؟ ايوه ليش ما حد يباه؟ هذا السؤال، ما حد يبا. انا بشل المتعلمين الحين من الوظائف اللي موجودة، لان احنا عندنا وظائف موجودة حق منو؟ حق الناس، كل حد قاعد يداوم فيها، مش كل حد عنده مفروض وظيفة. فالحين قاعد نوفر وظائف، لكن اللعبة صعب انها تمشي وايد اذا ما في عرض. فيه عرض طلب، نحن وين العرض الطلب؟ كنا نسير لسوري امبلويمنت، وين كان؟ نبغى امبلويمنت، والله نسيت وين الامبلويمنت يا جماعة الخير. والله اني نسيت، لا اله الا الله، وين كان لنا الامبلويمنت؟ كان كنترول بانل، وين؟ population people are employed 55,000 jobs available 63,000 unemployed 3%. زين الناس ليش ما تنتقل؟ زين اذا الناس ما تدخل بنحط عندنا نحن، عندنا ساعة الناس نهتي، عندنا ساعة مش الناس نهتي، اكثر من نهتي عندنا، اكثر ما يمكن يتخيلون. حق كل شيء نحن الحين تقريبا عندنا كل شيء. زين خلينا نحط مرفق عام ثاني سونا، عشان المفروض تخلي الناس مش مستانسين. سوبر ديلوكس وضعيتهم هاي في المنطقة التعليمية، بحطيها ورا المدرسة هني، خلي يسوون زحمة شوي. ونبغى نحطي مش مذكر هل دونت، بنحطي سبورت هو جيمنازيوم، قاعة رياضية بنحطي، بنحطي هاي مدينة تعليمية. ليش؟ لأن المدينة التعليمية هاي الحين المبادئ القديمة الناس كانت تفدرها خلاص، الحين استوى التعليم لايف ستايل خلاص، كل حد لازم يتعلم، كل حد لازم يسوي، كل حد لازم يكون على مقدرة عالية من كل شيء تقريبا. زين كان عندنا مشكلة موظفين، ولا زال عندنا مشكلة موظفين. زين هاي المشكلة عندنا السيتيزنز ار سك، زين السيتيزنز ار سك لأن هني الشارع هذا، خلنا نسوي لهم مساكنين على الخط الشارع العام، بنحط بارير عشان ما يسوي لهم حشرة. لحظة عشان شوي يرتاحون، شوي يبدون يرتاحون من حشرة الشارع الكئيبة. يوه هذا يمكن من حلقة رقم 10، وهني الشارع مسكر. شو ما سويت تقريبا ما حل الموضوع،
صارت تقاطع بكبره. حتى لو ابن فاهم ما به الموضوع ترى، ان انا عندي كم تقاطع، هني اثنين بيروحون بيردون، عندي هاي الاثنين وين اوصلهم؟ عندي وايد امور لازم اسويها، والزحمة كلها على دخول المدينة. فالحكمة هني ان انا شو اسوي؟ اسوي درب بديل. تصدقون ايش اللي جابونيز جاردن حقها مثال هي، ما نخلي نقص السكان، في ناس بتبني. ونطلع واحد في شارع فردي من هني من الزحمة هاي، زين طلع لنا شارع فردي عبارة عن شارع عام. هينا دايركتلي وين التقاطع هذا، هينا لين هني دايركت، هذا رام بس اساس الناس تطلع تاخذ اختصار اذا في مجال حق اختصار، تي تستعمل هالتقاطع هذا. في احد بي؟ زين هذا الشارع بكبره بحرمهم من ناصره، انه وايد شوارع هني. خل هذا بس يروح هني، اوكي خلي الناس تستعمل الشارع، مع انه ما ضرب شوية سياحي بس بيخفف زحمة، بيخفف زحمة. شوفوا لان احنا اوريدي مسويين زون، فالمناطق قاعد تطلع اوريدي. Not enough raw materials. شاحنات مش قادر تدخل هني، موجود عندهم هني التقاطع بيون لين هني. ايوه من العلة مو مشكلة، نسوي لهم شارع هني، هذا بيوزع شوي الزحمة يعني. نسوي لهم شارع القاطع هذا اللي موجود اساسا، اشوف شوف الزحمة اللي هنا شو سالفته. اوكي بتخف الزحمة شوي، بس يبغى نطلعهم من درب ثاني بعد، نفس الدرب كله ما ينفع. نسوي اكثر من خط رايح رادة صناعية. طبعا ليش متكسر؟ شاحنات شو بيسموه في الشارع يعني، بيلعنوا خيره. نبا طلع ثاني سيدة من الهاي واي خيبة والله، حمنتيها هاي لا ما ينفع. زين اذا السالفة بالطريقة هاي لازم نسوي بقريت حق شوارع منا. بس حول في الوسط يعني، بس شارع اساسي واحد، سرعة تزيد كل شي يزيد، على امل شي يسوون، على امل تكون حياتهم اسهل. الزحمة يالله يا الزحمة يا الله. يا حبيبي على الزحمة يا حبيبي. هاي داخلون الاختصار لكل مكان، ها من الشارعين العام من هني لين هني، هذا اختصار يبون يجون هني. ها مصيبة، هاي مصيبة لا تغتفر، هاي يبالها حل ارجنت. شو اكبر شارع عندي انا منزلنا يا جماعة؟ لارج افنيو،
سبيد 50. المهم الحين بنزل شارع عودنا 6 لين رود، 6 لين رود شكله بيستوي. سنة الشوارع موجودة، هذا من مفرخات عمل اللي نحتاجها حق وظايف بعد، هابيكم في الصناعية أكيد يعني. يغذي المنطقة كاملة صيانة الشوارع. اوكي ممتاز. هاي شو نو زون 6 باركينج 3 درايفنج لينز. انزين وين صرنا احنا؟ وين صنايتنا؟ انا ليش ضعت؟ تعال كان موصول والله مدينة قامت تستوي عودة. هذا هي انزين، هذا معناه ان هذا لازم يتحول لدوار. موقف اللعبة، هذا ممكن لازم يتحول لدوار. خلنا نشوف هذا. والله تصدقون هذا بيكون طرف في نص المدينة، يعني شي بيكون وايد حلو. بس هذا اوريدي 3 لين وما عليه خطوط. لا هذا حق فرجان حق مدارس. اوكي بس حق هذا ما ينفع. انزين خلنا نسوي دوار، خلنا نسوي دوار عود يناسب المكان اللي احنا نسويه الحين. حلو ركزوا معي انتوا شوي. هذا انا شو سويت؟ لحظة مسار شرعي خلي الشيء فيه. شو رايكم؟ شوي دوار معوق، خلنا نصوره. هذا لازم، هذا مفروض انه يخفف لنا شوي زحمة. مفروض انه يخفف شوي زحمة، لان انا بعد بفصل هالاثنين عن بعض خلاص. والدوار شوي صعب بناءه. زين بس بنحل مشكلة زحمة خفيفة. اوكي ونبني بست خطوط من هني لين هني. لحظة ما ابغى موية ميسر. زين 6 خطوط، 6 خطوط، 6 خطوط. خلنا نشوف كيف وضع الحين دوار. بيحل شيء مشاكل ولا ما بيحل؟ بعده بيسوي زحمة. زين هذا كل الشارع العام. ايش وقفين على الزحمة هاي كلها؟ انا مسوي شارع غلط لاني ويت. الحين الشارع بيمشي، الحين بيمشي عدل.
نوعا ما. يعني اتمنى انه يمشي عدل يعني. اتمنى، ركزوا على كلمة اتمنى. بنسوي فلتر حق اللي جايين شارع عام. لحظة، شو الاسم مكتوب؟ مش مهني، لا من هني لمهني. زين، شو عندنا هنا؟ مش بس ردك يا بويت. يس، حطه مكان ثاني. زين، وندخل الشارع وين؟ في هذا الشارع هنا، بس ما بد دايركت بالطريقة هاي. لحظة، بغير ما عليكم، بسوي هاي ويا وين صار. ابجريد يعني ابغى الناس تطلع من هذا المكان. تحرك وين شوفوا، بالطريقة هاي بمنطقي اكثر يعني. وبني بالشارع هذا بوصله هني. الحين شو بيسوون؟ اللي ياخذ سيد يمين هني وين يبقى؟ يبقى يتجاوز الزحمة هاي كلها، يبقى يروح معنا. الحق شو يقول؟ ان الحين شو نسوي؟ نسوي لنا ون واي 6 لين رايح، ون واي 6 لين راد. هذا المفروض يستوي، بس مش اللي قاعد يستوي، لان هذا يبالي اعادة بناء كاملة الخط هذا. بس زين، وايد زين الحين. زين، في نفق هني للصوب الثاني، نسوي ابجريد خفيف هني. ما عليه، تحملوا، رد ابنه مو مشكلة. شو في عندنا هني؟ ليش ما يصير ابجريد؟ كهرباء؟ لا مش كهرباء. garbage is burning up. بس وير ابى خدمات، ابى ازيد خدمات، ابى وظايف. انا الحين هني اعطيهم اعادة تدوير صغيرة هني على الزحمة. شوف هذا شلنا وايد زحمة، بس بعدها ترى زحمة يعني من الخاطر. زحمة صدق، زحمة يا دنيا، زحمة واقفة هني. هذا المربع هذا عجيب، مربع عجيب. المهم، هاي كانت حلقتنا المرفقات العامة. ما بطول الحلقة أكثر من هاي، بس انتوا عندكم الفكرة الأساسية. الحين نشوفكم في حلقة قادمة على خير إن شاء الله.